السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز على قناة الظفر. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. برعاية أحمد بن محمد، مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 ينطلق 21 يونيو. الجزائر إنهاء مهام مسؤول رفيع بقرار رئاسي. واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تفاصيل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية الذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 من يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. ومع عودة الدورة الثانية من المهرجان، تهدف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي القائم على التقنيات وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية عبر الاحتفاء باللاعبين ومجتمع الألعاب والرياضات الرقمية، بما يؤكد دور دبي كإحدى مدن العالم الرائدة في تعزيز فرص نمو وازدهار القطاع. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار شاركنا لنمنعها، الذي أقيم في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة ونظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة. وجاء ذلك ضمن فعاليات حملة شاركنا لنمنعها للوقاية من المخدرات التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي للرسائل الهاتفية المروجة للمخدرات وتعريف أفراد المجتمع بخطورتها وسبل الوقاية منها. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع أصدقاء بريكس الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة بريكس. وقال سموه في كلمته خلال الاجتماع: لطالما كانت دولة الإمارات مدركة وداعمة للأهمية الاستثنائية التي تتبوأها مجموعة بريكس على الساحة الدولية لتعزيز السلام والأمن والازدهار. وأضاف سموه: يسر دولة الإمارات أن تكون أحد أصدقاء المجموعة الجادين لتوسيع وتعميق أواصر التعاون مع بريكس ودولها الأعضاء وأصدقائها من شركاء التنمية والازدهار. وأشار سموه إلى أن السنوات الماضية شهدت تناميا متصاعدا في الدور الذي تلعبه مجموعة بريكس، وساهمت الكتلة الاقتصادية لبريكس في توليد 30% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، كما تشكل اقتصادات المجموعة اليوم 25% من الناتج الاقتصادي العالمي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي نالادي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع أصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وناقش سموه ومعالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم أهدافها التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس. وتطرق سموه ومعالي نالادي باندور خلال الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان معالي نالادي باندور على دعوة سموه للمشاركة في اجتماع أصدقاء بريكس، مؤكدا حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ترسيخ علاقات متنامية ومزدهرة مع جنوب أفريقيا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع أصدقاء بريكس في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في المجالات كافة.
ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والعمل المناخي. واستعرض الجانبان عددا من القضايا المرتبطة بجدول أعمال اجتماع أصدقاء بريكس وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما استعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي ماورو فييرا مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات الشهر الماضي، ودورها المهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والشراكة بين البلدين في القطاعات كافة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، وذلك على هامش اجتماع أصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا. وتم خلال اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وتبادل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك على هامش اجتماع أصدقاء بريكس في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة ومخرجاتها بعد مرور نحو عام على إطلاقها ودورها المهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين. وبحث سموه معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بجدول أعمال اجتماع أصدقاء بريكس وسبل تعزيز التعاون بين مجموعة بريكس ودولة الإمارات، وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة شهدت مراحل مزدهرة عديدة من العمل المشترك والتعاون الثنائي المثمر في المجالات كافة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع أصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وسبل تعميقها في المجالات كافة. كما استعرض سموه معالي وزير الخارجية الروسي عددا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبناء، وتشهد نموا متسارعا خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018. التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبو ظبي معالي أندريا دي جوسيبي عضو اللجنة الثالثة للشؤون الخارجية والمجتمعية بمجلس النواب في جمهورية إيطاليا. وأكد علي نعيمي أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا ملحوظا في شتى القطاعات الحيوية بفضل حرص القيادتين على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد معالي أندريا دي جوسيبي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب الإيطالي والمجلس الوطني الاتحادي. وصلت إلى دولة الإمارات من جمهورية السودان طائرة إجلاء جديدة تقل 180 شخصا من رعاية عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 10 طائرات. وتستمر دولة الإمارات في عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.
كما تواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعاية خلال إجلائهم إلى مدينة بورت سودان وتواجدهم فيها، فقد استضافت رعاية نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات التي حملت منذ 29 أبريل الماضي 997 شخصا، حيث يتم توفير كافة الرعاية لهم طوال فترة تواجدهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها نجاح عمليات الإجلاء المستمرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. والآن إلى الأخبار العربية والعالمية من 7 إي نيوز. أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام محافظ ولاية البليدة أحمد معبد، ولم تذكر وزارة الداخلية التي أعلنت الخبر أسباب تنحية معبد الذي نقل منتصف سبتمبر الماضي من العاصمة الجزائرية إلى ولاية البليدة المجاورة. يذكر أن الرئيس الجزائري كان قد صرح في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مطلع الشهر الماضي بأن من ارتكب خطأ سيدفع الثمن حتى ولو كان وزيراً. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك، وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين. وقال ساليفان: نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة. ودعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال: نحن مستعدون أيضا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة. أما اقتصاديا، اختتمت الدورة الثانية لمنتدى اصنع في الإمارات التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وأدنوك فعالياتها في أبوظبي، بعد أن استعرضت الابتكارات وشهدت توقيع شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات. أما رياضيا، يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب أسيا للمنتخبات تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري. We'll be right back.
وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. برعاية أحمد بن محمد، مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 ينطلق 21 يونيو. الجزائر إنهاء مهام مسؤول رفيع بقرار رئاسي. واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز، بأمان الله.